السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة أبو هاجر التعليمية، مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها القناة. هذا اليوم سنكون مع درس يهم المستويين الخامس والسادس، درس جديد تم إدراجه في هذه السنة وهو القوى 2 و3، مكعب ومربع عدد. القوى 2 و3، القوى 2 و3. إذا القوى 2 و3، les puissances de 2 et 3. Les puissances de 2 et 3. إذن هذا الدرس درس جديد في هذه السنة تم إدراجه في المقرر. إذن قبل التحدث على القوى 2 و3، يعني مربع ومكعب عدد، لا بد من التذكير بأن الجداء دي الجداء. إذا عندنا الجداء، الجداء يعني هو عبارة عن تكرار لعملية الجمع. مثلا عندنا 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، إذن تساوي، إذن هنا عندنا العامل المشترك هنا هو 3، إذن نكتب 3 مضروبة في عدد المرات التي تم تكرار هذا العدد. إذن تسمى 3 في 4، إذن 1 2 3 4، إذن عملية الجمع المتكرر تعطينا الجداء. ويمكن أن ننطلق من العكس، مثلا 5 في 3، إذن هنا عندنا لنفرض أن عدد 5 هو الذي يتم تكراره، إذن كم من مرة؟ 3 مرات، إذن 5 زائد 5 زائد 5. إذن بالنسبة لقوى 2 و3 هي عملية، هنا عملية التكرار، عملية الجمع سيكون تكرار كم عدد المرات جداء نفس العدد. إذن ننطلق، مثلا عندنا 3 مضروبة في 3، إذا نكتب 3، هذا هو يسمى الأساس، وعدد التكرار ضع جداء كم من مرة عملنا الجداء. إذا عدد العوامل هنا مرتين، 1 2، إذا نكتب هنا 2، إذا هذه العملية تسمى عندنا، هذا يسمى الأساس وهذا يسمى الأس. إذن تقرأ ثلاثة وسيدة، تقرأ ثلاثة أس 2، ثلاثة أس 2، ثلاثة أس 2، أو نقول مربع 3 أو مربع 3. إذا مربع 3 3 أس 2 هي تساوي 9، إذا 3 في 3 تساوي 9. إذا 3 هنا تسمى جذر تربيعي ل9. إذا هو جذر تربيعي للعدد 9، إذا 3 هو جذر تربيعي للعدد 9. نفس الشيء مثلا عندنا 7 في 7 تساوي 7 أس 2، إذا تساوي 9 و4. إذا عندنا 7 جداء 7، إذا عندنا مرتين الضرب مرتين، يعني هنا نضع الأس هو 2. إذا 7 هي تسمى أيضا جذر تربيعي ل9 و40، هذا العدد نسميه جذر تربيعي للعدد 9 و40، وسبعة تسمى 7 مربع 7 هو 9 و40.
مكعب قبل المرور إلى أمثلة. Donc je vais répéter. Et donc 3 à la puissance 2, on va dire 3 à la puissance 2. Ou bien on dit le carré de 3. Le carré de 3, c'est 9. Donc 3 s'appelle racine carrée de 1. Donc la racine carrée de 9 égale 3. Et donc, الخيوة ثلاثة الآن. إذا عندنا ستة مضروبة في ستة مضروبة في ستة. إذا عندنا دائما نضع العدد المتكرر هو الأساس. الأساس هنا هو ستة. الأس هو عدد المرات، عدد المرات. إذا عندنا واحد اثنان ثلاثة، إذا هنا هو ثلاثة. إذا تقرأ ستة أس ثلاثة. إذن هنا عندنا ستة هي الأساس، وعندنا ثلاثة هي الأس. إذا عندنا ستة، إذن نقوم بحذف ستة، قلنا ستة أس ثلاثة، أو بيان 6 على بويسونس 3، 6 على بويسونس 3. إذا إذا قمنا بعملية الضرب، إذا 6 أس ثلاثة تساوي 6 في 6 في 6، إذا تساوي 36، 6 في 6 36، 36 مضروبة في 6. إذا عندنا 6 في 6 36، 6 في 3 18، إذا 21، إذا هي 206. إذا المكعب، ستة هو 206. هنا تسمى مكعب العدد ستة. إذا مكعب العدد ستة هو 216. عكسها ستة يسمى جد تكعيبي لمئتان وستة عشر. إذا جد تكعيبي تقدر راسين كيو. إذا راسين كيوبيك، راسين كيوبيك. إذا جدرون تكعيب، وهنا جدر تربيعي، إذا راسين جدر تربيعي راسين كاري، راسين كاري. إذا راسين كاري، إذا هو جدر تربيعي. إذا نعيد، إذا هنا باختصار، إذا عندنا القوى اثنان، يعني عدد الموجودات هو الأساس، نضربه مرتين، إذا ستة في ستة، أو خمسة في خمسة، أو ثلاثة في خمسة. بالنسبة للقوى ثلاثة تسمى، إذا ستة في ستة في ستة، إذا عدد المرات الجدال. إذا سنرى التطبيق. التمرين واحسب ما يلي، واحسب ما يلي. 0.5 أس 2. إذن هنا 0.5 أس 2. إذن عندنا هنا الأساس هو 0.5، الأس هو 2. إذن هي جدا مرتين، 0.5
مضروبة في 0.5 إذا تساوي 0.25. 3 على 4 إذا 3 أس 3 4 أس 2. إذا هنا عندنا مكعب يعني تساوي 3 مضروبة في 3 مضروبة في 3. هنا عندنا مربع يعني 4 في 4 إذا تساوي 3 في 3 9 في 3 هي 27 على 6 على 16. إذا 5 أس 2 مضروبة في 3 مضروبة في 2 أس 3 تساوي. إذا عندنا جداء عددين، القول الأول 5 أس 2 هي 5 مضروبة في 5 مضروبة، إذا 2 أس 3 هي 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2. إذا هنا مربع وهنا مكعب، يعني مرتين 5 في 5 وهنا مكعب، يعني 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2، يعني 5 في 5 25، 2 في 2 في 2 هي 8 إذا في 8، يعني 25 في 8 تساوي 200. إذا أكتب على شكل قوى، أكتب التميم مايل إذا 3600 تساوي 60. هنا نتميم، إذا نضع الأس هنا 2 أو 3. إذا أنا 60 في 60 هي تساوي 3600، وبالتالي 60 أس 2، يعني 60 في 60 تساوي 3600. 81 نكتب على شكل قوى أس 2 إذا تساوي عندنا 9 مربع، يعني 9 في 9 تساوي 81. أربعة وستون إذا نريد أن نكتب على شكل 4 أس، إذا هنا على شكل 4. إذا كي نعرف القوى إذا انطلقت، إذا إما نعرفها مباشرة أو نقوم بعملية القسمة لأن نجد مضاعفة. إذا بالنسبة للمستوى الخامس للتبسيط نقوم بعملية القسمة كي نعرف الأس هنا كمثال. إذا 64 على 4 إذا قمنا ب 64 على 4 سنجد 16. 16 إذا قسمناها على 4 تساوي هنا 4. هذا يعني أن إذا 64 تساوي 16 مضروبة في 4، إذا 64 16 مضروبة في 4، وعندنا 16 هي 4 مضروبة في 4 إذا تساوي 4 مضروبة في 4 مضروبة في 4، بالتالي إذا عندنا 4 1 2 3 إذا هي 4 أس 3. إذا نعيد، إذا قلنا بالنسبة للمستويات خاصة الخامس والسادس إذا هنا نقوم بعملية، هنا كي نعرف الأس نقوم بالقسمة على العدد على 4. إذا 64 على 4 هي 16، إذا يعني أن 64 هي 16 مضروبة في 4، ولدينا 16 4 تساوي 4، يعني أن 16 تساوي 4 في 4، إذن 4 في 4 في 4 وبالتالي تساوي 4 أس 3. لنمر إلى مثال آخر. نمر إلى عندنا 100 تساوي 10
إذا إذا نعلم أن 10 في 10 إذا 100 هي 10 مضروبة في 10 يعني نريد الإتمام. إذا 10 100 هي 10 في 10 إذا 100 تساوي 10 مضروبة في 10 وبالتالي تساوي 10 أس 2 هنا مربع. مثال آخر عندنا هنا ألف كم تساوي 10 هنا نريد إذا عندنا ألف نعلم أن عدد الثلاثينات هي إذا هي 100 في 10 ونعلم أن 100 هي 10 في 10 إذن 10 مضروبة في 10 100 مضروبة في 10 تساوي 1000 وبالتالي إذن 1000 تساوي 10 1 2 3 أس 3 إذا 80 من 80 دونك اكزرسيس la vitesse de la lumière de سرعة الضوء et 300 000 kilomètres par seconde. Donc on va déterminer la valeur la plus proche de puissance suivant. Des nombres suivantes. Et dans la sur la il y a 300 km في ثانية. إذا نحدد القوى من بين قوى العددين الأقرب إلى هذه السرعة بعد إنجاز العملية. إذا 547 و 600 547 مربع و 600 كاري. إذا نقوم بإنجاز العملية سنلاحظ من الأقرب إلى هذا العدد. إذا العملية الأولى عندنا بسهولة العملية بالنسبة لي 600 مربع تساوي 600 مضروبة في 600
يساوي ستة بستة ستة وثلاثون، إذن أربعة أصفر، هنا عندنا خمسة، تنرى خمسمائة وسبعة وأربعون أس اثنان. إذا 547 مربع، إذا 547 مربع تساوي 547 مضروبة في 547. سنرى عملية الضرب، إذا نقوم كأننا نعمل في مستوى بالنسبة للمستوى الخام 547 547، إذا نقوم بالعملية 7 في 7 49، 7 في 4 نحتفظنا بالأربعة، 7 في 4 28 زائد 4 32 نحتفظ بثلاثة، 7 في 5 7 في 5 35 زائد 3 هي 38، 4 في 7 4 في 7 28 نرتبط ب 2، 28 نكتب 8 نرتبط ب 2، 7 في 4 في 7 28 قلنا 4 في 7 28، إذا نكتب 8 ونحتفظ ب 2، 4 في 4 16 وال 2 18 نكتب 8 نرتبط ب 1، 4 في 25 الواحد هي 21، إذا 5 في 7 5 في 7 35 نكتب 5 نحتفظ ب 3، 5 في 4 20 إذا 23، 5 في 3 نحتفظ ب 2، 5 في 5 25 وال 2 هي 27. هنا 9 2 8 10 0 نرتبط بالواحد، 1 زائد 8 9 زائد 8 17، 17 زائد 5 22، 3 زائد إذا هنا 2، 2 زائد 3 5 6 زائد 3 9 2 7 9 هنا 2 زائد 2 هي 2. إذا عندنا هنا 299 1209 تساوي 299209. سنرى من بين الأعداد أيهما أقرب، كيف نعرف ذلك؟ نقوم ب هنا 360000، هنا 300000، هنا 360000، وهنا 299000 و 200000، إذا الأقرب هو إذا لا بلو بروش إي 547 على بويسونس 2، 547 أو كار، إذا هذا هو العدد الأقرب إلى سرعة الضوء. نمر إلى ثمن آخر. نمر إلى عملية، إذن أحسب، إذن عندنا خمسة مربع على اثنان ثلاثة ناقص واحد على اثنان أس اثنان،
إذن هنا أول شيء إذن قنبلة المالية، إذن عندنا خمسة والسكنة هي خمسة مضروبة في خمسة على اثنان مضروبة في اثنان مضروبة في اثنان ناقص واحد على اثنان مضروبة في اثنان. إذن عندنا خمسة في خمسة هي 25 على 8، وهنا ناقص واحد على 4. إذن عملية نقوم بعمليات حسابية بسيطة. إذن عندنا 8 المقام الموحد هو 8، إذن عندنا 25 وهنا نضرب في 2، إذن ناقص 2 تساوي 23 على 8. مثال آخر 7 على 5 ناقص 3 مقسومة على 2 أس 2. إذن هنا 7 أس 3 هي 7 مضروبة في 7 مضروبة في 7 على 5 مقسومة على 2 في 2 مضروبة في 2. إذن هنا 2 على 1. إذن تساوي 7 في 7 49 في 7، إذن 49 مضروبة في 7 على 5. عملية القسمة هي نضرب في مقلوب الكسر، إذن مضروبة في 1 على 4. إذن عندنا تصبح 49 في 7 في 1، إذن 49 7 في 9 49 في 7 مضروبة في 1 على 5 مضروبة في 4. الجدة هنا هنا الجدة. إذا عندنا 7 في 1 هي 7، 7 في 9 63، 7 في 4 28، إذن 34 على 20. أتأكد من المتساوية. أتأكد من المتساوية التالية، متساوية 121 مضروبة في 6، 121 مضروبة في 36 تساوي 66 مربع، تساوي 66 مربع. لذا نقوم بعملية حسابية ونتأكد من ذلك بعد عملية حسابية. إذن هنا عندنا طريقة، إما نحسب مباشرة أو نقوم بالعملية. إذن عندنا هنا 11 في 11 وهنا 6 في 6، ولكن بالنسبة لقواعد القوى بالنسبة للمستوى الخامس ليس هناك نطبق هذه القواعد. إذن عندنا هنا ممكن ندير 6 11 مضروبة في 11، يعني في 6 في 6 ونحسب بصفة عامة. إذن هنا 11 مربع مضروبة في 6 مربع. إذن هذه القواعد بالنسبة للمستوى قلت الخامس والسادس لا نطبقها بعد، أما 11 إذا نفس الأساس، إذا كان عندنا نفس الأس نضرب 11 في 6 تساوي 66 أس 2. إذا هذه طريقة، ولكن بالنسبة للمستوى الخامس ليست عندنا طريقة. بالنسبة للطريقة 11 في 6 إذا نفس الأس، إذا نفس
سلوت يعني 11 مرتين في سيتا. إذا ما قوم بالضرب عملية الضرب أو لما نطبق هذه العملية نطبق مباشرة هنا نقوم عملية الضرب، نعني بأن عملية الضرب عملية تبادلية. إذا نضرب 11 في 6 و 11 في 6 لأن عملية الضرب هي عملية تبادلية. إذا 11 في 11 11 في 6 هي 66، 11 في 6 هي 66، وبالتالي تساوي 66 مربع. إذا نعود قلنا 121 هي 11 في 11، 11 في 11 تساوي 121، 36 هي 6 في 6، إذا عملية الضرب عملية تبادلية، إذا 11 في 6 و 11 في 6، إذا 66 في 6، ونكتب هنا 11 ممكن 11 في 6، 11 في 6 مضروبة في 11 مضروبة في 6، إذا هنا 6 هنا 66 وهنا 66. إذا شكرا على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.